السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواتي طلاب وطالبات الفرقة الرابعة، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض السكشن الإلكتروني رقم 2 في مادة كوست أكاونتنج، وهنكمل برضو على الشابتر رقم 1. هنكمل باقي اللي هو الام سي كيو اللي احنا كنا شغالين عليها السكشن اللي فات. تمام، نشوف أول ستيتمنت معانا. بيقول هنا في طبعا الرقم 7، ستيوارت كومبانيز اكتوال مانيفاكتشرنج اوفر هيد از 2 مليون اند 800,000 دولار. تمام، يبقى ده التوتال، ايه التوتال مانيفاكتشرنج او التوتال فاكتوري اوفر هيد كوست. اوفر هيد از الوكيتد اون ذا بيزس اوف دايركت ليبر اورز. يبقى البيز اللي احنا بنستخدمه علشان نحسب الفاكتوري اوفر هيد ابلايد اللي هو الدايركت ليبر اورز، عدد ساعات العمل المباشر. تمام، the direct labor hours were 50,000 وحدة for the period. what is the factory overhead rate؟ تمام، احنا عارفين انه الفاكتوري overhead rate احنا بنحسبه عن طريق ايه، ان احنا بنشوف اللي هو التوتال فاكتوري overhead على اللي هو البيز اللي احنا بنستخدمه. تمام، سواء estimated او هنا مديهوني actual، يبقى استخدم الاكتوال عادي خالص. تمام، يبقى احنا في الاساس بنقول ايه، انه الاستيميتد فاكتوري اوفر هيد كوست على الاستيميتد بيز او بيزس. تمام، انما لو مديني الاكتوال استخدم الاكتوال عادي خالص. تمام، فهنا مديني الاكتوال مانوفاكتشرنج اوفر هيد كان عباره عن كام، 2 مليون و800، هقسمه على اللي هو ايه، على البيز اللي هو مديهوني، والبيز كان هنا عباره عن الدايركت ليبر كوست او الدايركت ليبر اورز، وكان هنا 50,000 ساعة عمل. يبقى 2 مليون و800 على 50,000 ساعة عمل هيديني كام؟ هيديني 56 دولار لكل ساعة عمل. تمام كده، ده اللي هو الفاكتوري اوفر هيد ريت، 56 ايه، 56 دولار لكل دايركت ليبر اور. طيب نشوف المسألة اللي بعدها كده. بيقول لي اورلي انتربرايزز manufactures digital video equipment. يبقى الشركة دي بتصنع digital video equipment. for each unit 2950 دولار of direct material is used. يبقى هنا الدايركت ماتريال اللي بيتم استخدامها لكل وحدة تكلفتها كام، 2950. and there is 2000 dollars و 2000 دولار من الدايركت ليبر. تمام، at 20 دولار لكل ساعة عمل. تمام، المعلومتين دول اللي هم ال 2000 دولار تكلفة الدايركت ليبر وال 20 دولار لكل ساعة عمل، انا ممكن ايه احسب من خلالهم ايه، الدايركت ليبر اورز اللي بيتم استخدامها، عدد ساعات العمل اللي بيتم استخدامها لكل وحدة، هيساوي التكلفة الكلية من الدايركت ليبر اللي هم 2000 دولار على مين، على 20 دولار لكل ساعة. يبقى 2000 دولار على 20 دولار هيديني 100 ساعة عمل لكل وحدة. تمام، طب وال 100 ساعة عمل دي انا هستخدمها في ايه، هستخدمها في المعلومة اللي جاية دي. هو مديني هنا ايه، الفاكتوري اوفر هيد از ابلايد ات 35 دولار بير دايركت ليبر اور. يبقى الاساس اللي انا بستخدمه علشان احسب الفاكتوري اوفر هيد ابلايد اللي هو ايه، دايركت ليبر اورز، مش الدايركت ليبر ايه، مش الدايركت ليبر كوست اللي هو مدوني بس. تمام، يبقى الدايركت ليبر اورز هنا انا هحسبها اللي هو 2000 دولار على كام، على 20 دولار هيديني ايه، 100 ساعة عمل. 100 ساعة عمل ده الاساس اللي انا هستخدمه علشان احسب ايه، الفاكتوري اوفر هيد ابلايد. هو هنا مديني النسبه، مديني الابلكيشن ريت. تمام، اللي هو 35 دولار. نشوف كده الكالكوليشن الاول بعدين نشوف الاختيارات. يبقى هنا الدايركت ليبر اورز يوزد اللي هم 2000 دولار على 20 دولار هيديني كام، 100 ساعه عمل لكل وحده. طب الفاكتوري اوفر هيد ابلايد لكل وحده هيساوي كام، 35 دولار في 100 ساعه عمل هيديني كام، 3500. تمام كده، 3000 وكام، 500. اذا هنا التوتال كوست of each unit هيساوي كام؟ الدايركت ليبر 2950 والدايركت، او معلش الدايركت ماتريال 2950 والدايركت ليبر 2000 والفاكتوري اوفر هيد ابلايد اللي هو كام؟ اللي انا حسبته ده 3500. اذا التوتال كوست لكل وحده هيساوي 8450. الاختيار رقم كام؟ الاختيار رقم سي. تمام كده؟ نشوف المسأله رقم، في المسألة رقم 9 أو في الستيتمنت رقم 9 بيقول لي payment of the factory rent increases working process factory overhead control A and B none of these answers are correct. أولا إحنا لما يكون عندنا اللي هو rent بيكون rent payable،
تمام. يبقى لما بنسجل الرنت بنسجله كبيبل كحساب لايبيليتي، مش بندفع الرنت مباشرة، تمام. فاحنا الرنت ده بندفعه مثلا في اخر ايه، في اخر السنة مثلا، تمام، الايجار بتاع المصنع، علشان ممكن يزيد ممكن ايا كان يعني. فالايجار بتاع المصنع ده بندفعه في نهاية ايه، في نهاية الشهر او في نهاية السنة، تمام. فاحنا لما يكون عندنا رنت بيبل بنقول ايه، باي فاكتوري اوفر هيد كنترول للرنت بيبل، او انشورنس بيبل مثلا، او تاكس بيبل، او ايا كان، اكيوميليتد ديبريشيشن وهكذا، تمام. لما نيجي نعمل دفع بيمنت للفاكتوري رنت ده، في الحالة دي احنا بنعمل كلوزنج للرنت بيبل، بنقول باي رنت بيبل، وطبعا طالما طبعا عملية الدفع دي فبنعمل تخفيض لحساب الكاش، يبقى بنقول ايه، باي رنت بيبل تو مين تو كاش اكاونت، تو كاش ايه، تو كاش اكاونت. فهنا مفيش اي ايه، مفيش اي زيادة بتحصل في الوركينج بروسيس ولا الفاكتوري اوفر هيد، لان انا ايه زودته لما كان بيبل، فطالما زودته لما كان بيبل فمش هيحصل له زيادة تانية لما بندفع. وهنا A and B طبعا هيكونوا غلط، فهنا none of these answers are correct. نشوف كده المسألة رقم 10 الأول وبعدين هنشوف رقم 11، تمام. في رقم 10 طبعا بيقول لي when direct materials are requisitioned، requisitioned يعني used أو issued يعني بيتم استخدامها، تمام. the account is increased، أنهي account بيزيد لما بنعمل issued او used او requisitioned للدايركت ماتيريالز؟ طبعا الورك ان بروسيس، تمام. يبقى الاختيار رقم 2 هو الصح. طيب لما بنعمل requisitioned او used او issuance للاندايركت ماتيريالز بنزود طبعا حساب الفاكتوري اوفر هيد كنترول، تمام كده. يبقى هنا طالما دي دايركت ماتيريالز يبقى احنا بنزود حساب الورك ان بروسيس، يبقى الاختيار رقم بي هو الصح، تمام. بعدين رقم 11 بيقول لي which statement is correct. شوف رقم A دي، رقم A بيقول ايه، the accounting for abnormal spoilage will not affect the unit cost of good، طبعا دي good مش goods، of good units in a production process. طبعا الاختيار ده هو الصح. ليه صح؟ لان احنا زي ما عارفين انه الابنورمال سبولج ده بيتم تخفيض الورك ان بروسيس بالتوتال اماونت، لان الابنورمال سبولج ده بيتم تخصيصه لمين؟ بيتم تخصيصه لللوس from abnormal spoilage في الانكم ستيتمنت، يعني مش بيأثر على مين، مش بيأثر على الورك ان بروسيس، تمام، مش بيأثر على الورك ان بروسيس، يعني بيخفض الورك ان بروسيس بالتوتال اماونت، مش بيأثر على الورك ان بروسيس بتاعت ايه، بتاعت الجوب، تمام. مش بيأثر على تكلفتها يعني، يعني بيخفضها بالتوتال. طالما بيخفضها بالتوتال اماونت زيها زي ايه، زيها زي النورمال سبولج اللي هي بيتم تخصيصها لاول جوبز، تمام. اللي بيتم تخصيصها لاول جوبز بيتم زياده الفاكتور اوفر هيد كنترول، وهنا بيتم زياده مين، اللوس فروم ابنورمال سبولج، يعني بنخفض الورك ان بروسيس بالتوتال اماونت، اذا مش بيأثر على اليونت كوست، تكلفه الوحده الواحده للوحدات السليمه، تمام كده. شوف رقم 12 هنا بيقول لي units which don't meet production standards and which are sold for their salvage value if any، لو السالفج فاليو دي موجوده، تمام. طبعا الوحدات دي ايه، الوحدات دي بنسميها spoiled units، وحدات فاسده، دي مش بتقابل البرودكشن ستاندردز، المعايير بتاعه الانتاج، وبنبيعها بالسالفج يعني باقل من قيمتها، تمام، اللي هو ايه، اللي هو السالف باقل من قيمتها، اللي هو مين، اللي هو spoiled units. بكده نكون خلصنا السكشن رقم 2 اونلاين، نشوفكم ان شاء الله في السكشن رقم 3. We thank you with my best wishes.